المحاضرة على طول، وهي بعنوان نيفرولوجي كيسز. أنا مش عارفة انتوا كلكم من قسم الكلى ولا في حد من بره، في حد من أقسام تانية؟ في من أقسام تانية يا دكتور؟ في من أقسام تانية. طيب تمام كويس. هو النهاردة المحاضرة بعنوان نيفرولوجي كيسز، واحنا قلنا يعني أنا قلت بدل تبقى بالطريقة العادية اللي احنا نقول نتكلم شويه في اي كي اي او سي كي دي او دي ان او حاجه، احنا ناخد ريل لايف سيناريوز نشوفها ونفكر فيها مع بعض، تمام؟ عشان الموضوع يبقى برضو، يا ريت برضو انتراكت معايا يعني، عشان برضو يبقى الموضوع يثبت اكتر معايا. ماشي. طيب انا هبتدي بقى على طول. اول problem عندنا: 10 years old boy is hospitalized because of recently discovered lower limb edema. عنده bilateral lower limb edema 10 سنين. He also mentioned passing red urine in the past few days. وكان عنده history of fever and sore throat من 10 أيام. On examination, his blood pressure was 170 over 110. Urine analysis reveals proteinuria and hematuria. ماشي، مين عايز يجاوب؟ اتفضل. أنا يا دكتور، Probable diagnosis، اتفضلي. ممكن يكون عنده post streptococcal glomerulonephritis. بالظبط كده، بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفريتس، صح؟ هو فعلا ايه الحاجات اللي ماشيه مع التشخيص بتاعنا؟ تمام. اولا هي بيجي في الاطفال، هو طبعا not only in children, it may occur in adults، بس برضو سن المريض ماشي مع الكلام ده. الحاجه الثانيه ان هو جاي لي ب الى حد كبير نيفريتك سيندروم. هو نيفريتك سيندروم ايه الكرايتيريا بتاعته؟ بيبقى فيه اوليجوريا with increased renal functions. نمره اتنين بيبقى فيه هيماتوريا. نمرة ثلاثة هايبرتنشن. هو ما جابش سيرة هنا عن الفوليوم اوف يورين، بس كان قايل بوضوح ان في هايبرتنشن وان في ريد يورين. طيب فهو جاي فول بلون نيفريتيك سيندروم. نيفريتيك سيندروم طبعا اسبابه كتير، ولكن هو اداني هنا كي في المسألة عن اللي ممكن يكون السبب للنيفريتيك سيندروم، لان هو قال لي من بيشنت من 10 ايام كان جاله فيفر اند سور ثروت. تمام. فاحنا عارفين طبعا ان هو يعني سريعا ان بيبقى فيه زي في مولكيولر ميميكري ما بين certain strains of streptococcal bacteria. خلاص. فلما الجسم بيكون antibodies بعدها ب 10 ايام او 14 يوم against ال strains دي برضو بيبقى فيها molecular mimicry ما بينها وما بين some antigens على ال endothelium of the glomeruli of the kidney، فبتبدأ تهاجم ال kidney، فبيبدأ يجي له ال picture of nephritic syndrome بعد حوالي 10 ل 14 يوم من ال sore throat اللي حصل. تمام. فده كده تفسير الحال. طيب how could you diagnose ال... يعني how do you confirm diagnosis of this case؟ ايه اهم الحاجات اللي هنعملها عشان نتأكد من تشخيصنا؟ أول حاجة ممكن ناخد renal functions، ناخد serum يوريا وكليات اكيد urine. طبعا، من ضمن الانفستيجيشنز اللي هتتعمل هنعمل يورين اناليسز. تمام. ايه بقى حاجة وكمان مور سبيسيفيك؟ اتفضلي. it's more a target complement serum complement والسيرم طبعا. و بالظبط. ASA anti streptolysin O. اي اس او تيتر. اي اس او تيتر. تمام. وكومبلمنت دايما بيبقى فيه سي 3 بيبقى ايوه كونسيوم. صح. تمام. بالظبط. ودول اشهر حاجات بيتعملوا. والله لو الحاله كلاسيكال وبعد شويه بدات، لان هي التريتمنت بيبقى مينلي سبورتيف، حتى ايفن لما بيدوا بنسلين وكده هو غالبا الانفكشن هاز باست يعني. تمام. فهو mainly supportive treatment, anti-hypertensive, diuretics. تمام. لكن لو ال patient ما حصلوش resolution within 1 week ممكن ناخد renal biopsy خوفا من انه يطلع حاجة تانية. تمام. فهو ده ال main management للحالة اللي زي كده. وطبعا أهم حاجة اللي احنا نشخص الحالة. تمام. التشخيص طبعا هيبقى بالنسبة لنا احنا كسواء دكاترة جي بي أو أي تخصص تاني، إن أنت حاجة زي كده to point out إن أنت ممكن يكون الموضوع post streptococcal GI. نكون على الحالة اللي بعدها. 28 years old lawyer جاي من originally from Singapore and was recently returned from the Far East. مهم جاي from the Far East يعني. جاي passing red urine with facial puffiness, malaise. He has also severe sore throat, بس السور ثروت ده بدأ 2 or 3 days before he noticed the red urine. ال past medical history عنده hay fever. عايزين حد تاني غير سارة؟ طيب في حد سارة بترفع ايدها، عايزين حد تاني غير سارة. On physical examination, his blood pressure is 130 over 70. والchest والابدومن examination unremarkable. اليورين اناليسيس بتاعه
في بروتين وفي بلد، خلاص يبقى عندنا بروتين وعندنا ريد بلد سيلز، وفي نايتريت في الليكوسايت نيجاتيف. طيب حد عنده اي اجابه تانية؟ حد عنده، حد عايز يجاوب غير ساره؟ ممكن دكتور يقول لك جي جي ان. ممكن اجاوب؟ طيب ما سمعتش. ايوه اجي ايه؟ اي دي اي؟ spontaneous hematuria مع ال يعني ال ال الهيماتوريا اللي هي عايزه تقولي ان هي سن فارنجيتك هيماتوريا. بالظبط. فارنجيتك يعني في خلال 3 to 5 days maximum من الهيماتوريا دي بتبقى اكتر ماشيه مع حالات الاي جي اي نيفروباثي. تمام، نبتدي تاني من الاول. ايه الحاجات برضو اللي بوينت اوت الحاله دي عندها اي جي اي نيفروباثي؟ اولا حته الفار ايست، اتس فيري فيري كومن برايمري جلوميرولونيفريتس خاصه في الفار ايست، فهو الموضوع عندهم في جينات يعني. طيب الحاجه الثانيه، البيشنت ده مش جاي ب نيفريتيك برضو، انا ما اقدرش اقول برضو ان هو نيفريتيك بشكل صحيح لان هو ميلي هيماتوريا. تمام، نيفريتيك لازم يبقى معاه اوليجوريا مع هايبرتنشن، فلا هو ضغطه كويس. تمام، فالاي جي اي نيفروباثي بيعمل كده، من الحاجات الكومن قوي اللي هي بتيجي ب ريكارنت ماكروسكوبيك هيماتوريا، وغالبا بتبقى في خلال 3 ل 5 ايام من السور ثروت. طيب هل هي البرزنتيشن الوحيده للاي جي اي نيفروباثي؟ لا، ممكن عين اي جي اي نيفروباثي يجي له نيفريتيك سيندروم، ممكن يجي له نيفروتيك سيندروم، ممكن يبقى توتالي اي سيمتوماتيك، فليها ديفرنت برزنتيشن اوف ذا سيم ديزيز. تمام، بس فهو غالبا البيشنت ده كل حاجه ماشيه مع ان هو يكون اي جي اي نيفروباثي. طبعا برضو تو كونفيرم لازم بنعمل رينال بايوبسي، وساعتها بنلاقي ان في ميزانجل اكسبانشن، ميزانجل هايبر سيلولاريتي مينلي باي جي اي ديبوزيت. من الحاجات برضو اللي عايزه اقولها لكم في المساله، النيترايتس والليكوسايتس عشان برضو بتلاقوها في اليورين اناليسيس دي بتدينوت ايه لو بوزيتيف النيترايتس والليكوسايتس؟ يو يو تي تي اي. اي يو تي UTI اي بالظبط. نيترايتس ده عشان في سم بكتيريا بتريديوس النيتريتس بتحوله لنيترايتس، فلما يبقى بوزيتيف خلاص. وفي الليكوسايت هو المفروض احسن كتب الليكوسايت اس 3 لان هو ده الانزيم برضو اللي بيبقى موجود وايت بلاد سيلز، فبرضو لو الاثنين بوزيتيف في التست دول ده بيخليني raise the possibility ان يكون البيشنت ده عنده بكتيريا، وساعتها لازم بنعمل يورين كلتشر تو كونفيرم. خلينا نشوف الحاله اللي بعدها. A female 20 years old presented to her GP with a 5-day history of increasing facial swelling and right loin pain. خلاص يبقى في facial swelling و right loin pain. في details تانية بيقول لك ان في 2-day history of reduced urine output يعني في oliguria. Blood pressure 150 over 85. وال GP noticed that her urine is dark in color. زي ما انتوا عارفين الهيماتوريا ساعات بيقول اتس كولا لايك او تي كولرد، وده اللي بيبقى اكتر على فكره في حالات الجلوميرولونيفريتس هيماتوريا. دايما الهيماتوريا بتبقى مش اللون الاحمر الواضح، لا بتبقى اولترد شويه زي لون كولا او تي كولرد. المهم الديب ستيك كمان فيه بروتينوريا وفي هيماتوريا، اتعمل لها اسسمنت طلع عندها سيجنيفيكانت بيتنج اديما، ما عندهاش راش، فارينكس از نوت اريثيماتس، عندها بالبيبل سيرفايكال ليمف نودز حوالي 1 سنتي مش كبيرة يعني، البلس 80 بيتس بير مينت، بلاد بريشر قلنا عالي، ايه تاني، هارت ساوندز نورمال، بقية الحاجات كلها نورمال. طيب اولا خلينا نمشي بسؤال واحد واحد. How would you classify this presentation؟ نفراتك نفريتك سيندروم. نيفروتيك نيفريتيك بقى، هو مش هتقدري تقولي نيفروتيك نيفريتيك، هو نيفريتيك اكيد لان ما عندها اوليجوريا وهيماتوريا وهايبرتنشن. نيفروتيك لازم اتاكد ان هي تكون اكتر من 3.5 جرام بروتينوريا على الاقل، فهو ما عنديش، بس انا اوكي ميبي، لان احنا عارفين دايما ان نيفريتيك سيندروم على فكره هو بيبقى عنده اديما بس ما بيبقاش as severe as النيفروتيك. تمام، بس في طبعا ممكن حالات تلاقي مجمعه كريتيريا من هنا مع هنا فتبقى في اوفرلاب ما بينهم، مفيش مشكله. طيب في حاله زي دي هنا مش، انا بالنسبه لي مش، مفيش حاجه واضحه قوي للسبب. تمام، فعشان كده هو بيطلب منك ديفرنشال. ايه بقى اللي يخلي تيكي انت كونسيدريشن طبعا ان هي فيميل وان هي 20 years واي حاجه تانيه، ايه تفتكروا ممكن يكون السبب؟ systemic lupus nephritis لوب one. بالظبط، لوبس نيفرايتس هيبقى من اوائل الحاجات اللي ندور عليها. ساعتها هنسال على حاجات تانيه في الهيستوري زي مثلا مال الراش، هير فول، جوينت بين. تمام، لو كان عندها ثرومبوسايتوبينيا او بيربرا. تمام، ف
لو في اي حاجات تانية تكملي الكرايتيريا بتاعت السيستميك لوبس ميبي، لان في حالات ممكن اللوبس نيفايتس تبقى الفيرست برزنتيشن، يعني مش لازم تبقى الحاله نون سيستميك لوبس وبعد 3 4 5 سنين جالها لوبس نيفايتس، لا هي ممكن ات برزنتيشن تبقى لوبس نيفايتس. تمام، وساعتها طبعا هنعمل لها اي ان اي وانتي دبل ستراند وكومبلمنت، دول اهم الانفستيجيشن. طب ايه الديفرنشال تاني ممكن تفتكروا؟ نقول بوست ستريبتوكوكال مثلا، ولا السن ده صعب؟ لا السن ده مش صعب ولا حاجه، ممكن طبعا تيجي في ادلتس، تمام فما فيش مشكله. هو بيقول لك الفارينكس از نوت ايريثيمتس ده حاليا، بس ممكن اسالها على حاجه من 14 يوم تمام، او من 10 ايام كان عندك ساعتها سور ثروت ولا لا. تمام، ايه تاني؟ ممكن اي جي ممكن اي تبقى برضه. ممكن تبقى اي جي اي نيفروباثي، ممكن تبقى ام بي جي ان حاجات برايمري، ممكن تكون انكا فاسكيلايتس، خاصه لو مثلا معاها اي فاسكيليتي كراش حاجه بوينت اوت. تمام، طبعا دي من اشهر الحاجات اللي ممكن تكون سبب لنيفريتيك سيندروم في الحاله دي. تمام، يبقى احنا لحد دلوقتي اخذنا تقريبا ثلاث حالتين نيفريتيك فور ديفرنشال، وخدنا حاله بوست ريبتوكوكال، وخدنا حاله ريكيرنت. طيب نكمل. 62 year old man in the clinic مع swollen ankles وماشي على راميبرال ACE inhibitor وإندابامايد ده تايزايد دايلاتيك وأملوتيبين، تمام كالسيوم شانل بلوكر. خلاص يبقى هو ماشي على ثلاث أدوية للهايبرتنشن بتاعه، وبدأ يحس he noticed 3 plus proteinuria and 1 plus blood on dipstick. تمام، اليور اناليسيس يعني في 3 بلس بروتينوريا 1 بلس بلاد. طيب ضغطه كام؟ 150 على 90 والبالس 88. هي هاز بايلاترال بيتنج ايديما، البادي ماس اندكس بتاعه 31. طيب 31 ده كده معناها ايه؟ اوبيس اوبيز. اوبيز اوبيس اوبيز بالظبط كده. طيب التحاليل بتاعته هيموجلوبين 11.4، بليتلتس كويسه، كريات عالي طبعا 3، الفوسفورس عالي 6، خلاص كالسيوم على اللو نورمال 8.5، وال 24 اور يورينري بروتين كولكشن لقينا 3.6 جرام بير 24 اورز. ايه هو الموست لايكلي دايجنوزس فور ذيس كيس؟ مايلوما كيدني، ممبرنس نيفروباثي، اي ال امايلودوزس، مينيمال تشينج ديزيز، ولا اف اس جي اس؟ ممكن ممكن فوكال ممبرنس. سيجمنتال. طيب هو في ناس حد قال ممبرنس حد قال اف اس جي اس. هو اولا البيشنت ده متفقين كلنا ان هو عنده نيفراتيك برزنتيشن. تمام، ليه قلنا نيفراتيك؟ عشان برضو الناس اللي لسه بتجمع معانا، هو عنده جنرالايزد ايديما، هو عنده مش جنرالايزد والله هنا مين اللي هو الايديما ماشي، بس هو كمان عنده بروتينوريا اكتر من 3.5 جرام بير داي، فاكتر من 3.5 مع شويه ايديما، مع لو في بقيه الكريتيريا برضو متكمله زي الهايبو البومينيميا والديسليبيديميا، هم دول الاربعه كاردينال فيتشرز اوف نيفراتيك سيندروم. طيب النيفراتيك سيندروم ممكن يكون ايه الكي عندي في المساله دي؟ دي بوينت اوت السبب بتاعها. الكي اللي هو الوحيد اللي يمكن قايل لي عن السبب بتاعها هو البادي ماس اندكس. البادي ماس يس اندكس 31 ده يا جماعه بيبقى ماشي، بيبقى ممكن يكون سبب للسكندري اف اس جي اس. تمام، فهي دي الكي عندي في المساله، الاوبيزيتي خلاص. بلس ان في شويه حاجات بتبقى كومن في العيانين الاف اس جي اس، ان ممكن يبقى عندهم سام سورت اوف هيماتوريا، which is not common في نيفراتيك سيندروم عموما، بس الاف اس جي اس في برسنتج منهم بيبقى عندهم هيماتوريا. الحاجه الثانيه ان هو كمان ضغطه عالي، فدي برضو بتبقى ماشيه مع الاف اس جي اس. تمام، فيمكن دي كلها لما نجمعها كده نقول البيشنت ده ممكن يكون سكندري اف اس جي اس، بس طبعا اكيد هنعمل رينال بايوبسي. تمام، انا عندي سؤال، هو تمام ضغطه عالي عشان عنده اف اس جي اس، ولا هو غالبا. ضغطه عالي ريسك فاكتور؟ والله ممكن يكون ده وممكن يكون ده. تمام، هو تقريبا المساله اللي قصده يعني ان هو يكون كان ضغطه عالي اوريدي، ده كان اوريدي اسينشال هايبر تنشن، بس حاليا دلوقتي هي از انكنترول ديسبايت ان هو ماشي على ادويه كتير يعني، فده يعني يخليني برضو بوينتينج اوت ان هو اف اس جي اس. طب يعني انا في العياده لما هيجي لي عيان معاه اف اس جي اس بيبقى commonly associated مع hypertension، whether ده بقى معاه primary hypertension او essential hypertension وانا مش عارفه، وده ال initial discovery ليه، او ده حصل بسبب his nephrotic او ال renal affection بتاعه. وفي الحالتين هيبقى نفس العلاج، انت هتديله انتي هايبر تنسيف دراجز وتحاولي تقللي، تحاولي تقللي الويت. تمام، لان هو سكندري اف اس جي اس مش برايمري يعني. تمام، وطبعا هتدي برضو ماكس الماكسيمم دوز اوف ايس اند اربس،
مش الاثنين مع بعض يا ده يا ده يعني، ونشوف الريسبونس. تمام. تمام. طيب نشوف الحالة دي. 68 year old Ghanaian man من غانا يعني، خلاص 10 year history of type 2 diabetes presented with 3 week history of generalized edema when in spite of insulin treatment his diabetes has been poorly controlled. He has background retinopathy 2 يعني، تمام عنده background retinopathy كمان. Investigations عنده albumin كده يعني باللغة بتاعتنا يعني serum albumin is very low، بنتكلم في 1.2 جرام بير ديسيليتر تمام، فقليل طبيعي من 3.5 ل 5. النيجاتيف انا وانكا ونيجاتيف انتي جي بي ام، الفيرولوجي بتاعه نيجاتيف، الكرايجلوبيلنس بتاعته نيجاتيف، سيروم بروتين ليفوفريسيس نيجاتيف، 24 اور بروتين اكسكريشن عالي جدا 15.6. طيب عمل رينا بايوبسي وطلعت كده، شايفين ايه يعني؟ على قد توكو يعني، على قد شويه الباثولوجي اللي بتعرفوه Primary نودولز stylus and nodules. بالظبط. طيب مش عارف ويسن ديوز النودولر ماسكلروزز بتاعت ايه؟ Diabetic nephropathy. بتحصل في حالات ايه؟ الدايبيتك نفروباثي Diabetic تمام. هو الحاله طبعا، طب هم ليه عملوا رينا بايوبسي من الاول اذا كان هو يعني ماشي مع دايبيتك نفروباثي؟ هو الحقيقه ان الرقم بس كان عالي قوي، الرقم البروتينوريا يمكن اتخضوا من رقم البروتينوريا عالي، ولكن هو في حاجات كتيره قوي تقول ان هو غالبا هيطلع دايبيتك نفروباثي even without البايوبسي. ايه بقى الحاجات الريسك فاكتورز ان this patient for a diabetic nephropathy أو diabetic kidney disease؟ poorly controlled Long-standing lung وعنده uncontrolled retinopathy diabetes وفي dark long term direction history of نيكينج diabetes. ماكرواتين. أنا هقول بس عشان أنتوا كنتوا بتتكلموا في نفس الوقت، أوكي صح، سامع إجابات صح. أولاً ال long history of diabetes ال10 سنين تمام، خاصة إن هي type 2 diabetes يعني ممكن كانت أكتر من 10 سنين كمان تمام. الحاجة التانية إن هو عنده poorly controlled diabetes فده تاني risk factor. تالت ريسك فاكتور عنده او ماشي مع دايبيتك نيفروباثي ان هو عنده اسوشيتد ريتينوباثي، والاسوشيتد ريتينوباثي دي بتبقى موجوده في اكثر من 65% من حالات التايب 2 واكثر من 95% من حالات التايب 1، يعني تقريبا ما حدش هيبقى عنده نيفروباثي من غير ما يبقى عنده اسوشيتد ريتينوباثي. الحاجه الثانيه كمان انتم ما قلتهاش ان البيشنت ده افريكان، الافريكان بيشنتس برضو الجينز عندهم لايبل اكثر لموضوع الدايبيتك نيفروباثي، فكل ده ماشي مع ان البيشنت دايبيتك نيفروباثي ممكن ما نعملش بايوبسي، خاصة ان كل الانفستيجيشنز الاخرى طلعت عندنا نيجاتيف، ولكن احنا حبينا نتاكد على اساس الرقم عالي قوي 15.6 not common severe proteinuria كده بالطريقه دي في الدايابيتس، فقلنا نتاكد بالرينال بايوبسي. طيب 22 year old man with history of nephrotic syndrome بسبب minimal change disease comes to the clinic because he feels more poorly than usual. حاسس يعني ان هو اسوأ من العادي، وهو اساسا كان نون نيفروتيك سيندروم بسبب مينيمال تشينج تمام. He has noticed that despite his usual dose of ezetimibe الايديما بدات تبقى worsened تمام، وبدا يحس كمان some vague left flank او left loin pain، ضغطه عالي شويه 155 90. You confirmed the left flank pain by the clinical examination. اهم حاجه في التحاليل عشان ما نقعدش نضيع وقت، كليات 3 عالي، صوديوم البوتاسيوم ناحيه العالي شويه 5.4، ال 24 اور بروتينوريا 3 جرامز بير داي، الكوليسترول برضه عالي شويه. Which of the following most likely diagnosis: renal artery thrombosis, renal vein thrombosis, acute pyelonephritis, nephrolithiasis. Renal vein Renal thrombosis. ما شاء الله عليكم كلكم جاوبتوا صح، هو فعلا renal vein thrombosis. والحقيقه هو هنا ما حطليش تحليل يمكن اهم من التحاليل الثانيه اللي هو حاططها لي، هي تحليل السيروم بكتيريا. البوم. لا طبعا هيماتوريا صح، والسيروم البوم لان ده اهم ريسك فاكتور ان مريض يا جماعه نيفراتيك سندروم يدخل في acute thrombotic events تمام، ان هو السيروم البوم بتاعه يبقى very low تمام. برضو اللي مش عارف ان نيفراتيك سندروم يتعرض لها المريض، اولا increased risk of infections، ثانيا الهايبر كوجيبل ستيت. الهايبر كوجيبل ستيت دي بتبقى ماشيه مع سيروم البومين، كل ما سيروم البومين يقل يعني او انفرس بروبورشن، كل ما سيروم البومين يقل خاصه لما يقل عن 2 كل ما الهايبر كوجيبل ستيت دي بتزيد قوي. هما بيقولوا ان بيحصل غالبا لاس لل الناتشرال انتي كوجيلانس اللي في جسمنا زي الانتي ثرومبين 3 والبلازمينوجين مع البروتينوريا اللي نازله، فده بيخلي البيشنت لايبل فور ثرومبوز. طيب من ضمن بقى الحتت اللايبل فور ثرومبوز اللي ممكن يحصل في الرينال فين، فطبعا لما بيحصل فيري اكيوت رايز في رينال فين ثرومبوزس والبريشر بيعلى البروتينوريا بتزيد،
الحاجة التانية patient بيحس ب vague كده flank pain، ممكن برضو يبقى فيه شوية هيماتوريا، تمام، وممكن برضو يبقى فيه AKI وتحاليل تعب. خلاص، فكل الحالات دي ماشية مع المسألة بتاعتنا. برضو هو العين minimal change، لكن هو في جي ان مشهورة أكتر بالرينال فين ثرومبوزس وبالهايبر كوأجيبل ستيت. ايه هي؟ امبرنس غير المينيمال فوكال فوكال، سيجمنتال. لا مش الفوكال سيجمنتال، الممبرنس نيفروباثي هو برضو اللي لقوا ليه سيرتن بريديليكشن كده للثرومباتيك ايفنت. تمام، في حاله زي كده طبعا نروح نبعتها على طول دابلر على الرينال فينز، ولو انت لسه شاكك ايفن ممكن تعمل فينوجرام، يعني تعمل اشعه بالصبغه، خلاص سي تي فينوجرام او حاجه عشان تتاكد لو انت دي ار فيري هايلي سسبشن، لان الدابلر دايما سواء او فين ما بيبقاش 100% خاصه لو ما حصلش كومبليت اوبستراكشن. طيب الحاله 56 years old female patient known to be diabetic and hypertensive since 10 years. Was recently complaining of recurrent chest pains for which she sought medical advice. خلاص ECG was ordered and signs of anterolateral ischemia. طبعا بقى هتشوف الحالات دي ان شاء الله كتير في الامتياز، حالة جاية ب severe anterolateral ischemia بسبب غالبا ان هي عندها MRI. تمام، طيب she was admitted to CCU. Her lab investigations were hemoglobin nausea. وكريات كان ساعتها 0.9 at admission. تمام، ده أهم حاجة يعني. المهم عملت coronary angiogram طبعا عشان ال MI اللي عندها ده، واحتاجت two stents. خلاص، عملت قسطرة بدعامتين زي ما بيقولوا. The following day her doctors لقوا إن ال urine output بتاعها بدأ يقل، وال follow up investigations لقوا الكرياتين بقت 3، وفي اليوم اللي بعديه even بقى 4. تمام، طيب ايه what is the most probable cause of AKI وايه الميكانيزمز اوف AKI في الحالات دي؟ اهم حاجه ايه سبب الAKI اللي انتوا شايفينه؟ برينال اي تي ار لا سكيميا سيجمنتال لا مش بريدينا، لا فكروا تاني. هل ممكن يكون كوليسترول امبوليزم للكيدني؟ طبعا هو ده من اهم الديفرنشال بتاعنا صراحه، ممكن بس يعني غالبا لا، لان كوستيرو امبوليزم ده بيعمل بيكتشر كده زي في انفلاميشن، في كومبلمنت ريدكشن، ممكن في فيفر وبتاع، فلا هي مش الكوليسترو امبوليزم دي less common يعني. في حاجه اوضح من كده يا جماعه، بس انتوا مش عارفه ليه مش واخدين بالكم، هي رينال الدعامه. هايبوستاسيزم مثلا، لا لا يا جماعه، هو كونتراست نفروباثي بندخل بالظبط بالقسطرة كونتراست يا جماعه، هو كونتراست. الاقطاب اللي بتتعمل والدعامات اللي بتتركب دي، ومش بيحقنوا صبغه، حقنوا صبغه طبعا. تمام، ف يعني اصل انتوا دايما ايه مستنيين الكونتراست نفروباثي، العين راح عمل اشعه بالصبغه، ده بالعكس المريض اللي بيعمل قسطره قلب او قسطره مخ خاصه في اكيوت سيتنج وهو مش متحضر، ده فيري فيري هايلي لايبل فور كونتراست نفروباثي، لان اولا ما بيبقاش البيشنت متحضر، يعني ممكن يبقى البيشنت دي هايدريتد، ممكن يبقى البيشنت واخد دايوريتكس اساسا، او واخد مثلا ايس او اربس او ميتفورمين، الحاجات دي اولريدي احنا لازم بنوقفها يوم قبل الصبغه، فالعيان ده مش متحضر بقى، ده جات له حاجه اكيوت. تمام، طيب الحاجه الثانيه ان يا جماعه الكونتراست هنا بيتحقن انترا ارتيريال، ولما لو حد يعني انترستد وراح يشوف قسطره القلب قسطره المخ، بيدخلوا يا اما من الفيمورال ارتري يا اما من الراديال ارتري، فلما تحقن الصبغه ارتيريال غير ما تحقنها فينس في عيان رايح يعمل اشعه بالصبغه، تمام، الريسك بيبقى اعلى اكيد في الارتيريال لان مفيش واش اوت في الليفر ولا اي حاجه. طيب الحاجه الثالثه ايه؟ الحاجه الثالثه كميه الفوليوم، عندنا حاجه مهمه جدا يتقلل الفوليوم اوف ذا كونتراست. يمكن التايب اوف كونتراست دلوقتي احنا كلنا بنستخدم ايزو ازمولر، فيعني ما بقتش هو ده الريسك قوي، لكن الفوليوم هل انت استخدمت 100 سم ولا استخدمت 50 سم ولا استخدمت 200 سم، كل ما بتزود الفوليوم كل ما الريسك بيبقى اعلى. تمام، ايه عموما ريسكس فور كونتراست انديوسد نيفروبسي او الكونتراست اسوشيتد نيفروبسي عشان ده الاسم الجديد؟ خلاص، اولا طبعا ان العيان يكون بري اكزيستنج سي كي دي من اشهر الحاجات. طبعا الحاله بتاعتنا دي ما كانتش بري اكزيستنج سي كي دي لان الكريات بتاعها كان 0.9، بس لو عيان تاني طبعا البري اكزيستنج سي كي دي هيزود الريسك. الحاجه الثانيه الدايابيتس، الدايابيتس لوحده ريسك فاكتور ايفن لو عيان ما عندوش دايابيتك نيفروبسي. ثالث حاجه الاولد ايج، وطبعا زي ما قلنا العيان يبقى دي هيدريتد او اخذ لارج فوليوم او اخذها انترا ارتيريال. خلاص، فاحنا كده بنبوينت اوت عشان في دماغي انا وانا في اي حته بقى في المستشفى، في القلب، في النيورو، في الفاسكيلر وهم بيعملوا ستانتس، اي حاجه من الحاجات دي لازم دايما في دماغي الكونتراست انديوسد نيفروبسي. هي بتعمل الدمج بتاعها انستنتينيوس، يعني هو في ساعتها بتعمل اوكسيديتيف ستريس على تيبيوز اوف ذا كيدني. تمام،
بتأثر في ساعتها. فايفن انت لو عملت الدياليسيس بعدها انت مش حت... يعني ايفن لو الصبغه اتشالت هو حصل اوريدي دامج حصل. طب ايه العلاج يا جماعه؟ كونزرفيتيف، مفيش حاجه، انت جاست طبعا مش هتدي بقى صبغه تاني للمريض، وحت لو العيان مثلا هايبر كلاميك هتدي له انتي هايبر كلاميك ميجرز، لو بدا يبقى اوفرلودد ممكن تدي له دايوريتكس. بالعكس هو دي هارديت هتدي له فلويدز حسب الفوليوم ستيتس بتاعته. لو خلاص احتاج دايليسيس هتعمل له غسيل يعني، تمام. فهو ما فيش سبيسيفيك تريتمنت. كانوا زمان بيدوا استاتيستاين، حاليا دلوقتي بيقولوا ان ملوش لازمه. كانوا بيدوا صوديوم بايكربونات، عايز تدي صوديوم بايكربونات بس ده غالبا قبل بقى ما يجي له كونتراست نيفروباثي خلاص، لان من اهم اللاينز اوف بريفنتنج للكونتراست انديوس نيفروباثي اللي انت تعمل فيري جود هيدريشن اوف ذا بيشنت خلاص باي اي في فلويدز سواء سالاين او صوديوم بايكربونات قبل وبعد المانوفر بحوالي 12 ساعه قبل وبعد، تمام. في حالات كتيره ما بتبقاش محجوزه فبنقولها نشرب اورال فلويدز مفيش مشكله، بس هو الجايد لاينز مينلي على الاي في. في حد كان عايز يسال حاجه؟ كله تمام كده. طيب من الحالات المهمه جدا، احنا دلوقتي بقى دخلنا في حاجه احنا كنا بنتكلم في جي ان وكده، لا الحاجه انا بالنسبه لي الحاله دي اهم من حالات الجي ان اللي انتم ممكن ما تشوفوهاش كتير، لكن الكونتراست اسوشيتد نيفروبسي هتشوفوه كتير، ولازم تبقوا عارفين ايه الريسك فاكتورز بتاعته، واهم حاجه تو بريفنت، عشان حتى لو اي حد حواليك وداخل يعمل اي اشعه بالصبغه او قسطره بالصبغه او حاجه يبقى طبعا عارف البيز لاين كريات بتاعه ايه، ولازم يتابع اليورين اوت بتاعه، ولازم يتابع بعد كده الكريات. هو الموضوع مش فيري كومن الحمد لله، يعني بيحصل في جزء قليل من الحالات، ولكن لازم نبقى مخليين بالنا منه. دكتور هي ايه الريسك فاكتورز؟ الريسك فاكتورز هقولها تاني، ان البيشنت يكون كرونيك كيدني ديزيز، تمام. عشان كده اي عيان داخل يعمل صبغه لازم بيحسبوا له الجي اف ار ويشوفوا كام ويشوفوا الريسك فاكتور قد ايه. وفي بعض المراكز هترفض لو الجي اف ار، هو كل المراكز اكشولي هترفض، تمام. احنا قدامنا 10 دقائق هنحاول بقى ندخل تاني على نفس اللينك بعدها يعني ان شاء الله، تمام. فكنت بقول لكم ايه، فهو طبعا اي مركز هيرفض ان هو يعمل صبغه على جي اف ار اقل من 30، من 30 ل 45 هيبقى فيه كلام، تمام. فطبعا العيان يبقى نون سيكي دي. الحاجه الثانيه الدايابيتس، الحاجه الثالثه الاولد ايج، الحاجه الرابعه ديهايدريشن. دول من اهم، والهارت فيلير طبعا، لان الهارت فيلير بيشنتس اوريدي بيبقى البرفيوجن بتاعهم سيء. طب دكتور معلش، عشان كان في حلقة أنا شفتها قبل كده في طوارئ الجراحة، فيعني I suspected mechanical scenario إن الحالة دي هتكون dehydrated. تمام. I'm not sure أصلا الحالة كان مسحوب لها سيرم كريات ولا لأ، أو كان معمول لها baseline GFR ولا لأ. طيب حالات الإمرجنسي بحتاج برضو إن أوفر ال baseline GFR ولا بكتفي بالكريات؟ لا هو الكريات هحسب منه جي اف ار، ما لا اكيد طبعا مش هعمل كريات من كليرنس في المعمل العيان يعني داخل الاكيوت سيتنجز. لا هو انت بتحسبي الكريات كام وبتحسبي عليه جي اف ار بالكوكرافت او بالسي كي دي ابي، انتوا اكيد عارفين اوكي بتحسبوها ازاي، دي سهله يعني، بتدخلي الويت والايج بتاع المريض والميل ولا في ميل، تمام، بس وبتحسبي بقى بيطلع لك الايكويشن كام، تمام. هي عيبها طبعا ان الايكويشنز دي ما بتبقاش فاليد قوي في الاكيوت سيتنجز لو الكريات عمال بيعلى او عمال بيقل، بس بنستخدمها برضه، تمام. جميل. A 35-year-old otherwise healthy man comes to the office one day after running the marathon. تمام. Complaining of diffuse muscle aches and weakness, he also reports darkening of his urine since the previous night. تمام. بواحد جرى ماراثون كده وحس بعد كده ان عنده muscle weakness وبين، وبدأ اليورين بتاعه يبقى دارك، ما كانش عنده اشيت فيبر ولا تشيلد ولا ابدومينال بين، وما عندوش مشكله تانية، الفايتلز بتاعته كلها كويسه، يمكن البلس بس عالي خلاص، وعنده شويه تندرنس على الكوادريسبس مصر. التحاليل الاي كي، في اي كي اي طبعا الكرياتينين عالي، وانا بقول اي كي اي لان هو المفروض واحد هيلثي يعني، هو حتى لو ما عنديش بيز لاين كريات قبل كده هعتبره ان هو اي كي اي. بوتاسيوم عالي، سي كي توتال فيري هاي 23000، اليورين مايكروسكوبي في ار بي سيز، وفي بايلاترال نورمال كيدنيز باي الترا ساوند ويتش كونفيرمز ان العيان ده اي كي اي. طيب وات از ذا موست لايك دايجنوزس؟ مايلوما، نيفروليثيازس، ستونز يعني with او بروفاوند ديهايدريشن او رابدو مايوليسيس. هو مش لازم اختيارات، بالظبط، مش لازم اختيارات طبعا، الحاله واضحه، رابدو مايوليسيس حصل اكستريم ماسل فاتيج من الماراثون اللي هو جريه ده،
تمام، فحصل زي رابتشر للماسلز، تمام، اللي هي بسميها رابدوميلوسيس، حصل ريليز للكونتنتس بتاعت الماسل اوتسايد اللي هو امال مايجلوبين، تمام، وطبعا في حاجات تانية زي الفوسفرس بيعلى، زي اليوريك اسيد، زي البوتاسيوم، بيحصل هايبركاليميا، هايبرفوسفاتيميا، هايبر يوريسيميا. مشكله المايجلوبين ده لما بيطلع بكميات كبيره بره في البلد، في الاول بيبايند حاجه اسمها هابتوجلوبين، فده حاجه بروتكتيف ان هو ينزل في الكيدني، بس لو يعني اكسيدنج الكاباسيتي بتاع الهابتوجلوبين ان هو يبايند، فهينزل المايجلوبين ده في اليورين، وده بيعمل دايركت تيوبولر انجري، تمام، فهيدخل العيان في الاي كي اي. حل الموضوع ده ايه؟ حل الموضوع ده ان انت تعمل هايدريشن بكميات كبيره جدا من الاي في فلويدز عشان تمنع الاي كي اي ان هو يحصل من الاول، تمام. الدايجنوستيك زي ما انا قلت لكم، اولا الكلينيكال سيناريو ده مش لازم بقى ماراثون، ممكن حاله تانية تكون مثلا الكتريك شوك، ممكن حاله تانية يبقى سنيك بويزنينج، ممكن حاله تبقى ادويه زي ستاتنز، ممكن كراش انجري، واحد وقعت عليه عماره، نعم، بقول او convulsions. convulsions طبعا، الله ينور، او بوست الكحول، الناس اللي بيدخلوا في prolonged immobilization بعد ما شرب الكحول، ودي كومن بره، خلاص لقوه واقع 6 ساعات ولا 7 ساعات على الارض كده بعد ما شرب الكحول، ده بيحصل لهم برضو رابدوميلس. فالحالات دي كلها زي ما قلت لكم السيكي توتال هيشخص لنا، هنلاقيه بالالافات، تمام. الحاجه الثانيه بيبقى في بوتاسيوم عالي واليوريك اسيد عالي والفوسفورس عالي، تمام، و حلها سبورتيف بس، ولو العين احتاج داياليسز يعمل داياليسز لغايه ما يريجين الكيدني فانكشنز بتاعته. دكتور طيب معلش، لما اللي بياخدوا الكحول دول وبيحصل لهم immobility بيحصل لهم rhabdomyolysis ليه؟ هما بيلاقوا ان هو شبه كوماتوز ستيت، انا ما اقدرش افسرها لك قوي، بس المسلز بتتكسر في الحاله اللي هو لما هو يقع على الارض كده ويفضل immobilization فتره، المسلز بتاعته بتتكسر. ممكن تدور لنا بقى بالظبط على اللي حصل يعني، بس هي معروفه جدا ان البرولونجد immobilization دي سبب مهم جدا، زي ما الكونفولجنز بيجي لهم، زي ما العيان ده بيدخل في سيمي كوما كده، الماسل بتاعته بتتكسر. طيب 56 year old woman is admitted to the ward، عندها sore throat من اسبوع وبدات بنسلين، ماشي كده، she now feels more unwell but اوحش، وبدا يجي لها joint pains وبدأ يجي لها رعب، تمام. البلاد بريشر بتاعها من 80، وال chest and abdominal examination is على دي. الحالة دي بدأ كمان عندها كليات من علق بقى 3. ايه تاني عندها؟ يورو مايكروسكوبي في ايزينوفيلز اند ريد بلاد سيلز. افتكروا الحالة اللي كان جاي لها سور ثروت وبعدين اخذت بنسلين وبعدين حست نفسها اوحش allergic وجالها reaction راش؟ أكيد. اه بالظبط كده، بالظبط، بس هي كان اسمها الإزازة عالية؟ ده فايرال اصلا. لا لا، هو التريفلز العالية دي في اليورين، ايزينوفلوريا دي الانترستيشن عدت عليكم كده قبل كده. نفرايتس. بالظبط بالظبط، يبقى هي الحالة كلها ان هي ما لما خدت البنسلين جالها اكيوت انترستيشال نيفرايتس من البنسلين، فظهر في صورة اي كي اي، وظهر في صورة ان حصل لها ايزينوفلوريا، وكمان هنا يمكن الحالة دي جالها جوينت بينز وراش، بس في حالات ايفن ما بيجيلهاش الجوينت بينز وراش، ودي تبقى اصعب في تشخيصها، تمام، وبتطلع acute interstitial nephritis. طيب علاج الحالة دي ايه يا جماعة؟ علاج الحالة هو اهم حاجة stop the drug، تمام، ولو الكرياتين فضل بيعلى او احتاج الدياليسيس، في برضو بعض الكتب كاتبة اللي احنا ممكن ندي small dose steroids ممكن تحسن الدنيا شوية، تمام، بس اهم حاجة اللي انت بقى توقف ال offending drug، تمام. مش معانا 3 دقايق نحاول ناخد الحالة اللي بعدها. 37 دكتور year معلش، old هو ال time. اتفضل. رابدوميوليسيس كانت بتعمل ATN ولا acute interstitial nephritis؟ ATN صح؟ لا، هي يعتبر ATN يعني نوع من انواع التوبلر انجري، اه بالظبط، ايفن لو ما وصلتش لدرجه النيكروزس، حتى بنقول دلوقتي تيوبلر انجري اكتر، لان مش كل الحالات توصل لدرجه نيكروزس اكتشوالي يعني. وفي كل الحالات انت مش هتعمل بايوبسي، انت بالنسبه لك خلاص هو الكلاسيكال سيناريو ده بتبدا تعالج على اساسه، يعني حالات الاي كي اي كلها دي اللي متفسره احنا مش بنعمل رينال بايوبسي، احنا بنعمل رينال بايوبسي في اي كي اي لو بس احنا مش واصلين لسبب. طيب نبتدي في الحاله دي كده، 2 week history of malaise and altered bowel habits which she has no past medical history of no، ما عندهاش يعني حاجه واضحه في الهيستوري بتاعها، هي 37 سنه ومش ماشيه على اي علاج،
تمام، جاست عندها ماليز والترد باول هابتس، يورين اوت بتاعها قليل. اهم حاجه بقى ركزوا في الانفستيجيشنز، هيموجلوبين 6.2، البليتلت 56000، البلاد فيلم فيه فراجمنتد ار بي سيز. ما اعرفش بقى انتوا شفتوا حاله زي كده في النيفرولوجي ولا لا. في حد بيرفع ايده؟ اكيد شاف الحاله دي في عنبر الكلى. الكرياتينين 2.8، ايه الموست بروبابل دايجنوز؟ هيموليتيك يوريميك سيندروم. هيموليتيك يوريميك سيندروم، ده تحديد زياده شويه. خلينا نقول الاسم الاوسع اللي هو الترومباتيك مايكرو انجيوباثي، تي ام اي. اوكي. تمام، يعني ايه تي ام اي يا جماعه؟ تي ام اي ده سبيكتروم اوف ديزيزز، اللي هو بيشمل اللي اتفقت عليه هيموليتيك يوريميك سيندروم، وبيشمل التي تي بي الترومباتيك ثرومبوسايتوبانيك بيرب. اللي بيحصل هو تكسير للار بي سيز بس بطريقه يعتبر ميكانيكال مش بطريقه انتي بودي ميديتد، ان هو بيبقى في عندي بليتلتس كتير بتتجمع في السمول بلاد فيسلز، فالار بي سيز لما بتتجمع في تحاول تمشي في الفايبرين كلوت اللي اتكونت دي، فالار بي سيز بتتكسر. اللي انا بقوله ده برضو ليه مصطلح اسمه مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا. يبقى انا عندي هيموليسيس اوف ار بي سيز، بس الهيموليسيس اوف ار بي سيز ده مش بسبب انتي بودي ميديتد، لا بسبب ان الار بي سيز مشيت في السمول بلاد فيسلز اللي فيها مشكله فتكسر. فالعيان ده هيبقى عنده هيموليتيك انيميا، وهيبقى عنده كمان ثرومبوسايتوبينيا بسبب الكونسومشن اوف بليتلتس. تمام، طيب لو بقى الحاجات دي كلها كانت معاها اسوشيتد فيفر و اي كي اي ونيورولوجيكال مانيفستيشنز، دي اكتر ماشيه مع تي تي بي. تمام، طيب لو هي معاها اكتر هيستوري اوف دايريا ممكن تكون ماشيه مع اتش يو اس اكتر، اللي هي بسميها تيبيكال اتش يو اس. طيب هو هيفصل دلوقتي، فنكمل بقى بعد البتاع وندخل على نفس اللينك. سامعني كويس؟ طيب ايوه انا طيب سمعت كويس. طيب التي ام اي طبعا من المواضيع المعقده شويه، اللي طبعا يعني انا مش هقدر يعني في 3 دقائق اللي انا اتكلم عنه بالتفاصيل، بس زي ما قلت لكم هو في some sort of hemolysis اللي بيحصل في الار بي سيز non immune mediated. تمام، النوعين الاساسيين اللي انا بتكلم عنهم هو موضوع التي تي بي thrombotic thrombocytopenic purpura، وهو اللي مشهور بالبنتاد، ولو ان طبعا البنتاد ما بيحصلش في كل الحالات، اللي هو الفيفر مع الرينال افكشن مع الكونفلجنز او النيورولوجيكال انفولفمنت، وطبعا معاهم الايه المايكرو انجيوباتيك ميوتيك انيميا والثرومبوسايتوبينيا. تمام، التي تي بي ده بيحصل غالبا بسبب ديفيشنسي في حاجه اسمها ادم تي اس 13، سواء جينيتيك سواء انتي بودي ميديت. تمام، الناحيه الثانيه الاي تي يو اس اللي هي هيموليتيك يوريميك سندروم، التيبيكال فورم منه ده بيحصل بسبب diarrhea caused by certain strains of E. coli secreting fecal toxin، وده علاجه supportive على فكرة. تمام، الحاجة التانية اللي هو الـ atypical، وده الناس دي عندهم مشاكل في الـ complement. الـ HOS يمكن بيجي بأكتر AKI more serious عن الـ TTP، يمكن الـ TTP ممكن يبقى لينا impairment بسيط. طيب في كلا الأحوال يا جماعة once you suspect حاجة من الحالات دي you have to do plasmapheresis حتى مع suspicion، لان الحالات دي بتبقى life threatening. لو سبت المريض ده بيجي له ischemic manifestations، بيجي له thrombosis، تمام، بيجي له يعني فعلا بتبقى المورتاليتي عاليه جدا. ف once you suspect لازم تبتدي plasmapheresis، هي بتبقى life saving. حتى بيقول لك انت لو في حته ما فيهاش امكانيه plasmapheresis ممكن تعمل even plasma infusion، يعني تدي له بلازما بس خلاص، يعني على اساس ان هو لو تي تي بي والادم تي اس 13 deficiency عنده، لو even اديت له بلازما ده هيحسنه شويه. تمام، لغايه ما يروح مستشفى تشري كاف فيها البلازما فريز. الاهم التريتمنت، اهم الانفستيجيشنز اللي احنا عملناها في الحاله زي ما انتم شايفين، اولا بيبقى عندهم الانيميا والثرومبوسايتوبينيا. تمام، واهم حاجه تعمل سي بي سي فيلم، تبعت لان السي بي سي فيلم ده بيتطلب دلوقتي مخصوص، المفروض اي سي بي سي يتعمل يتفرد فيلم والدكتور يبص عليه، بس مع الاسف احنا لازم خاصه احنا عندنا في الميري لا الحاله دي عايزين نفردها فيلم ونبص عليه، فساعتها هتلاقي فيه فراجمنتد ار بي سي دي من الحاجات او تشيستوزايت اللي بتعلي لك ايه سسبشن جدا ان تكون الحاله دي تي تي بي. تمام، شفتوا دكتور حالات حضرتك كتير بتقولي قبل كده؟ لحد ما نعمل بلازما فريسز ممكن نعمل بلازما انفيوجن؟ انت طبعا ما شفتيش الحاجات دي، لكن احنا عندنا هنا بنعمل بلازما فريسز، بس لو انت في حته نائيه بقى او حاجه ممكن تعملي بلازما انفيوجن. تمام، لا ان هي بتصلح يعني، لان احنا منطقيا لو هو البيشن عنده ادم تي اس 13 ديفيشنسي او حتى انتي بوديز، فانت بتدي له بلازما فيها المولكيول دي.
فممكن تصلحه شوية يعني temporarily، عشان بقول it's life threatening. تمام يا دكتور، شكرا. العفو. دكتور وطبعا سؤال، من الحاجات، هو ثواني برضو، لا الكومز تيست يا جماعه في الحاله دي بيطلع نيجاتيف خلاص، يعني انتوا شايفين الحاله دي هيموليتيك انيميا وبيليروبين ممكن يكون عالي شويه والال دي اتش عالي، لكن تعمل لهم الكومز تيست يطلع نيجاتيف، فده بيؤكد زي ما قلت لكم ان دي مايكرو انجيباتيك هيموليتيك انيميا او تي تي بي او تي ام اي. اتفضل يا دكتور. لو ال history highly suggestive of HUS برضو بنعمل لهم plasma ferrosis، يعني بيحتاجوها في كل الحالات؟ والله يعني لغايه ما يطلع الادم تي اس 13 ليفل، وده مشكله ان ساعات بيقعد بوقت طويل قوي. تمام، لكن انت لو يو ار فيري شور يعني، وعملتي الشيجا توكسن اللي هي الايكولايك والشيجا توكسن، عملتي له انفستيجيشن طلع هو ده البوزيتيف، نشوف بقى مع دكاتره كلينيكال باثولوجي بيقدروا يعملوه بايه دلوقتي، خلاص مش لازم تعملي البلازما فريز. تمام، وفي نفس الوقت برضو اللي انت سحبتي الادم تي اس 13 ليفل عشان تتاكدي ان هي مش تي تي بي، ما بقول لك هما الحالات متداخله في بعض. تمام، بس دايما بيقول لك at high suspicion انت لسه مش متاكده ابدأي بلازما فريسس. تمام، لان انت ممكن عبال ما تستني لغايه يومين كده تلاقي العيان ميت. تمام، ثانك يو دكتور. العفو. طيب هي الحاله دي تقريبا the same 34 year old woman جايه vomiting وملاز weakness 5 weeks after delivering a healthy male infant. طبعا نسيت اقول لكم ان حالات التي ام اي دي ممكن تبقى secondary، مش لازم تبقى primary مشكله ادم تي اس 13 او مشكله في complement، لا ممكن تبقى secondary. secondary لاشهر الحاجات ممكن تبقى secondary مع pregnancy، ممكن تبقى secondary مع malignant hypertension، ممكن تبقى secondary مع systemic lupus، ففيها اسباب secondary. تمام، فعشان كده ده برضو بيزود تعقيد الموضوع شويه. الحاله دي كانت pregnant و delivered بس بعدها بوست بارتم ضغطها عالي جدا، عالي جدا 210 على 110. تمام، كرياترين 6 بوتاسيوم 6.9. لا والله دي الحاله مش ريتد بريجنسي، دي الحاله هنا ايه بقى السبب؟ انا عشان قريتها في الاول كده سريعا، الحاله بعد الدليفري جالها سيفير هايبرتنشن 210 على 110، ساعتها بقى كرياترين على والبوتاسيوم 6.9 وهيموجلوبين 7.6 والبليتلت كاونت بدأ ينزل 65، يبقى والريتيكولوسايت 7%، يبقى دي ماشيه ان انا عندي هيموليتيك انيميا والبليتلتس معاها قليله، ثرومبوسايتوبينيا، وعندي اي كي اي، وعندي سيفير هايبرتنشن. تفتكروا الحاله دي ممكن تكون ايه؟ انا قلت لكم تي ام اي الحمد زي ما لله قلت هي تي ام اي. بس تي ام اي بقى سكندري لايه؟ بري كلامسيا. لا مش بري كلامسيا، ما هي ديليفرد خلاص. ما هي لو كانت لسه حامل كنت قلت لك ماشي، لكن هي لا ديليفر. لا هي الحاله دي مايكروبريزنس كرايسيس. مالجنت هايبرتنشن. ايه سبب بقى مالجنت هايبرتنشن حصل ده؟ انا مش عارف خلاص، بس هي طبعا انت عارفين المفروض البري اكلامسيا يعني وانس حصل ديليفري الدنيا تتصلح في خلال اسابيع، يعني خلال اسابيع كده او حاجه. فهو غالبا التي ام اي دي انا وجهه نظري سببها السيفير هايبرتنشن اللي حصل. دكتور معلش سؤال، هو ايه الباثوفيسيولوجي بتاعت السكندري كوز ان هي تعمل يعني مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا مع ثرومبوسايتوبينيا وكل ده؟ يعني ازاي لا هايبرتنشن هي في وكريتيكال كل ده كرايسيس كل حاجه. لا يا راجل انت بتتكلم بقى في حاجه عايز انا محاضره لوحدها. يعني؟ بس انا يعني البرايمري سيستميك متخيل شويه، لوبس لكن عموما السكندري هقول لك، يعني هقول لك بس يعني عشان برضو اريحك، يعني سيستميك لوبس مثلا هو ممكن يعمل انتي بوديز اجينست ادم تي اس 13. تمام، مثلا المالجنسي بي انيشيت سم كلوتينج فاكتورز، مالجنسي مي بي اكوز اوف تي تي بي. تمام، المالجنت هايبرتنشن بيأثر على شير ستريس على الاندوثيليوم، فكل حاجة ليها ميكانيزم يعني. تمام، حسب الكوز. روح انت اقرا بقى تمام. خلاص، احنا بقى بلاش طلبة، احنا لازم نقعد نقرا بقى في الحاجة اللي احنا انترستنج يو وتقعدوا تطيروا فيها. بس تي ام اي طبعا من المواضيع الصعبة يعني، وهي حاليا هي اكتري رير فعلا، بس احنا عشان الحمد لله تشري كار وبنخدم 4 محافظات وكده فبنشوفهم كتير، لكن هم طبعا حالات مش كومن. طيب نشوف الحالة دي 28-year-old woman brought to emergency department by her husband، عندها fever for 4 days، عندها headache، عندها temperature of 38 degrees و purpuric، وظهر purpuric rash on her legs and abdomen و pallor، no nuchal rigidity، blood pressure عالي، CT brain and abdominal ultrasound are both normal. Lumbar puncture is not performed because of thrombocytopenia. تمام؟
هيموجلوبين قليل، بليسيتس قليلة، كرياتينين عالي، ال دي اتش عالي. تمام، اي ثينك هي نفس الحالة خلاص. يعني ايه وانتي دبل ستراند نيجاتيف والبريفرس بيل في انايسوسايتوسس بايكيلوسايتوسس. المهم يعني ان انا عندي تشيستوزايتس مع المارك ثرومبوسايتوبينيا، فانا طبعا هشخص برضو الحالة دي تي ام اي. خلاص يبقى الحمد لله، يعني شفتوا كذا حالة برضو عشان الموضوع يثبت في دماغكم: انيميا، ثرومبوسايتوبينيا، ال دي اتش عالي، السي بي سي فيلم، في تشيستوزايتس. ممكن اديشنالي الاقي في نيورولوجيكال مانيفستيشنز، الاقي اي كي اي. طيب نيجي بقى الحالة تانية: 35 year old man with history of mild asthma. خلاص عنده 10 days history of malaise, fever and tightness on his chest, وعنده shortness of breath, weight loss, swelling in his legs and scrotum. ال examination temperature بتاعته 38 عالية، blood pressure عالي. تمام، ايه تاني؟ عنده bilateral pedal edema يعني في الانكل والscrotal edema، وفي عنده wheezes في ال examination و chest x-rays unremarked. hemoglobin بتاعه 10 يعني قليل طبعا، platelets 250. eosinophils is mildly elevated in the peripheral film. لو حد يعني هيفكر في حاجة، creatinine 6، ال urine analysis فيه كل حاجة، فيه proteinuria وفيه hematuria وفيه RBC casts. زينوفيلا جرامياتوزيس. حاجة من RBGNs eosinophil بس مش عشان فاكرها. فيه eosinophilia. طيب هو صح. ايه بقى وعشان الايزينوفيل أزمة برضه. جرانيوميتوزس؟ صح عشان أزمة، جدا، هيستوري أزمة والإيزينوفيليا صح والشست إكس صح راي أن ويك بوك ريماركبل، اوف مفيش نوديولز بتاعت البيجنر. صح. الله ينور. تمام، ده تبع ويتش جروب اوف ديزيزز؟ الأنكا بوزيتيف. RBGNs بالظبط. بالظبط، فالانكا راسل اسوشيتد او انكا بوزيتيف فاسكولايتس. دايما يا جماعه بنبص في حالات الانكا فاسكولايتس، نفكر فيها لو العين عنده مالتي سيستم انفولفمنت. تمام، عنده فاسكليتي كراش مثلا، عنده حاجات في التشست، مع حاجات في الكيدني، مع ممكن يبقى عنده نيرابثي، مع ممكن يبقى عنده جي اي تي. يعني تلاقوا في كده عنده مالتي سيستم افكشن. تمام، طبعا برضو ممكن يبقى عنده سيرتين زي كونستيوشن اوف ستيشنز لو عنده فيفر. خلاص طيب، يبقى انا شكيت ان الحاله دي ممكن تبقى في الجروب بتاع الانكوفاسكلايتس. اللي بقى كونفيرمينج الموضوع ان هو الايزينوفيليك جرانيوميتوزس بولي اندرايتس، اللي هو كانوا زمان بيقولوا عليه بيقولوا عليه ايه؟ تشيرك ستراوس، لو برضو تراوس سمعت. اصلا. بالظبط، تشيرك ستراوس ده اللي هو عنده بريفرال ايزينوفيليا. طيب العيان ده اخر سؤال في الحاله دي بيبقى عنده بي انكا ولا سي انكا؟ بي انك سي انك صح، البي انكا. السي انكا اكتر مع الفاجنرز. تمام بالظبط. الحاجه الثانيه ان اهم لاين اوف تريتمنت ايه؟ سايكلوفوسفامايد وستيرويدز. صح، كورتيكوسترويدز ستيرويد بالز وسايكلوفوسفامايد. صح، سايكلوفوسفامايد بالز صح، وفي الحالات الريزيستنت ممكن نعمل كمان بلازما فريسس. تمام، برضو يا جماعه من الحالات الفيري سيريس اللي ممكن تبقى لايف ثريتنينج. خلاص فما تبقاش كده مست بسهوله مننا. هنيجي بقى لحالات اهدى شويه، لحاله بقى عادي 68 year old man عنده hypertension managed براميبرال. اعتقد عيان سي كي دي ماشي، هشوف معاكم اهو. هو ماشي على املوديبين 10، but most recently has complained of increased tiredness. blood pressure بتاعه 140 80. عمل شويه تحاليل ماشي. التحاليل هيموجلوبين 9.9 يعني قولي 10، كريات 6، بوتاسيوم عالي 5.7، فوسفورس عالي 6، فيروتين 24. هو عامل لك المساله دي كلها عشان يقول لك what is the target hemoglobin لو العيان ده سي كي دي 11 11. بالظبط، هتعليه عن 11.11 خلاص هو most of the guidelines بنتكلم مثلا في 10 11 ونص او لغايه 12. تمام، بس طبعا هي البوينت ان البيشنت ده ممكن 10 في بعض عيان سي كي دي تلاقيه كويس وكلينيكلي فيزيكالي كويس، لكن العيان ده لا، هو حاسس تايدنس، فلا انت عليه شويه. خلاص بس نابر اللي انت تعليه above 13، عشان above 13 في عيان سي كي دي خلاص البيشنت ده بيبقى liable for hyperviscosity وممكن يجيله thrombosis. تمام، فعليه شويه، خليك على اخر التارجت هيموجلوبين. حاله تانية برضو سي كي دي بس مشاكل انيميا بقى. تمام، احنا عرفنا التارجت هيموجلوبين في عيان سي كي دي ب 10 11 ونص او 12. طيب العيان ده كان انيميك وكان الهيموجلوبين بتاعه 8.6 من 3 شهور. تمام، والمهم ان هو مشى على
مالتي فيتامين بريبريشن، اعتبره يعني ان هو ماشي على ايرن، تمام. هو فعلا اخذ ايرن فور 3 مانثس بس اورال، تمام. بعد الثلاث شهور الهيموجلوبين كان 8.6 بقى 9. اللي يهمني كمان التي سات، التي سات 19%، الفيريتين 24، تمام. فتفتكروا العيان ده نعمل له ايه؟ نعيد له تاني كورس الاورال ايرن، ولا نديله اي في ايرن، ولا نديله ريثروبوتين سواء سبكتينيوس او اي في، ولا نعمله ريد بلاد سيلز ترانسفيوجن؟ Continue oral first translate. لا، الحقيقه ان هو خلاص اخذ الاورال 3 شهور وما جابش نتيجه، تمام. يبقى subcutaneous الفيريتين erythropoietin. لا، اريثروبوتين لا. ليه بقى اريثروبوتين لا؟ لان التي سات بتاعه لسه 19%، اقل من 20% ما نديش اريثروبوتين. لازم اعلي التي سات على الاقل عن 20 او 25% علشان يجيب نتيجه. فالحقيقه ان العيان ده اوكي هديله اي في IVR. اير. بالظبط، خلاص. ليه؟ لان واضح ان الاورال ابزوربشن بتاعه مش كويس، خلاص. لان احنا عاملين سيكي دي، الاورال ابزوربشن مش كويس، بس انت حاولت معي خلاص. والمفروض ان انا الايرن يعلي لي في حدود 1 جرام في الشهر الهيموجلوبين، فطبعا ده في 3 شهور على 0.4، ده غير ان التي سات لسه قليل، ده غير ان الفيرتين لسه قليل. فالعيان ده اديله اي في ايرن، اعلي له التي سات، وبعد كده لو احتاج بقى اعلي له الهيموجلوبين ازيد اديله ريثروبوتين. ريثروبوتين دايما السب كيوتينيوس روت بيديني مور افكتيف، يعني او اتس مور افكتيف يعني ذان الاي في روت، دكتور حاجة تمام. بتقولي قبل ما نبدأ الـ EPO لازم يكون الفيريتين 20% من النورمال ولا ايه؟ لا، الفيرتين يكون اكتر من 500 او اكتر من لا، 400. انما التي سات، التي سات التي سات بصي يعني دايما بنقول ايه، من 20 ل 30، من 25 ل 35، يعني هي برضو الحاجات عايمة شوية، بس يعني ال 19 دي اكيد قليل، تمام. ففي دكتور لو طيب هو على عن ال 25 هتبتدي تدي الاثنين مع بعض، ممكن تدي الايرن وتدي الاريثروبوتين، لكن التي سات اقل من 20 لا، هتوقفي اريثروبوتين لان كده مش هيجيب معاكي اي نتيجة، انت بتدي دواء غالي على الفاضي، تمام. طبعا دول اكتر بنشوفه في حالات الاند ستيج يعني، او الادفانسد سي كي دي. في حد كان عايز يسأل حاجة تانية؟ طيب هنسرع بقى شوية. البيشنت 23 year old عندها reduced exercise tolerance، nocturia، frequent hiccups، و generalized bony pain. ال blood pressure 165 على 90، body mass index 25، crepitations، abdomen distended with dullness in both flanks، عنده two palpable masses in the abdomen، mobile with respiration، تمام. الهيموجلوبين بتاعه 12، كرياتينين 3. الحالة دي ممكن يكون ايه؟ عشان انا يعني دي ايه، كده دي على اوتيزم دومينانت حلو قوي. طب ليه فكرتي بقى في ايه، اي دي بي كي دي دي؟ بوليسيستيك كيدني ديزيز، فكرت فيها ليه؟ الله هو ينور. هايبرتنشن. لا بس حد يتكلم ما بيبقاش الصوت عنده بيقطع، فالصوت بيقطع. انا الهايبرتنشن والبالبابل ماسز ماشي، والسي كي دي والسيكي دي او تمام. صح، هو والايدج الحاجات كمان عشان هو صغير. والايدج صغير يعني، تمام معاك يعني. يعني اعتقد ان هو ممكن يجيله السيمتومز دي اكتر في ما هي الثلاثينات، نيورولوجيك بس ماشي. مانيفستيشن برضو اللي هي فريكوينت هيكب. صح، وهو ايفن هنا يمكن كمان حاطط لي بوينت من الحاجات اللي مشهورة في الاي دي بي كي دي، ان هو الهيموجلوبين بتاعه ديسبايت ان هو يعني كريات 3، يمكن جي اف ار بتاعه اكيد اقل من 45، ولكن الهيموجلوبين بتاعه يسا الى حد ما منتين. فدول برضو كومن في عينين اي دي بي كي دي، ان بيفضل الهيموجلوبين بتاعهم منتين ديسبايت السي كي دي، تمام. فطبعا هي كانت الكي ووردز عندنا هنا، صح، الله ينور عليكم. موضوع البالبيبل، التو لارج بالبيبل ماسز ان دي ابدومين اللي هما ممكن يكونوا الكيدنيز، دكتور عندي سؤال بس، تمام. هو بس في الـ ADPKD ده عادي تيجي ان هو 23 years old، مش doesn't present واصغر شوية في كـ young age child مثلا ولا يعني لأ؟ ثلاثينات اكتر، ثلاثينات يبدا يبقى سي كي دي، ثلاثينات اكتر. بس ماشي، ما هو في نوعين، في نوع مور اجريسيف عن التاني. aggressive بقى يظهر اكتر واصغر في السن. بالظبط، بالظبط كده.
اه تمام، شكرا. اتس كومن، العفو يعني. روحوا المواساة هتلاقوا ان حالات كتيره جدا من اللي بتغسل تسالوها ايه سبب الغسيل هتلاقوا اي دي بي كي دي. طيب خلينا في الحاله دي. 72 year old woman presenting to her GP. Yeah, she has a corrected calcium of 3.15. اعتقد ده يعني corresponding ل hypercalcemia بالملي جرام بير ديسيليتر اللي احنا متعودين عليها. تمام، الكرياتين الخمسه، يبقى عندنا هايبركالسيميا، عندنا كريات عالي، عندنا سيرم بروتين لاكتوفريس نورمال، عشان ما تفكروش بقى ان هي مايلوما يعني، خلاص هو هنا نورمال. هيموجلوبين 10، فوسفورس عالي، عندها باست هيستوري اوف كرونيك ريفلكس نيفروباثي، هايبرتنشن اند تايب 2 دايابيتس. هايبرتنشن از بولي كنترولد، اكيد طول ما في هايبركالسيميا اكيد الهايبرتنشن مش هيبقى كنترولد. تفتكروا بقى ايه الكوز اوف دي هايبركالسيميا في الحاله؟ هي مش مايلوما اكيد. تيرشري تيرشري تيرشري، الله هايبرثايروديزم. ينور عليك، بالظبط. ايه عرفتوا ازاي ان هي تيرشري؟ لا هايبرفوسفاتيميا بس ثواني، هو تيرشري ايه بقى؟ لا لونج ثواني ستاندينج. عشان انا بدات انام وعايز اركز معاك. هي ليه هي هو في حد قال ان هي سي اه هي سي كي دي كرياتين الخمسه؟ تمام ماشي، ممكن اوافقكم اه على تيرشري، لكن هي لو ما جابش سيره ان هي سي كي دي كنت ممكن تكون برايمري. تمام، هو بس ايه يا البرايمري دكتور ده؟ لو primary shouldn't the phosphate be low؟ shouldn't the phosphate be low؟ اه صح، برضو عندك حق. تمام، ما فيش هيبقى في سبب للهايبرفوسفاتيميا. احنا بنقول هايبرفوسفاتيميا في الرينال بتبقى بسبب ان احنا جي اف ار قليل. تمام، انا معاكي صح، هي غالبا تيرشري هايبرباراثيرويديزم طالما العيان سي كي دي. السكند هايبرباراثيرويديزم بتبقى the same picture خلاص، بس بتبقى عندنا كالسيوم هايبو، قليل. بالظبط هايبو كالسيوم. تمام، هو هنا ما جابلناش سيره البي تي اتش خالص الحقيقه. تمام، بس هي يعني من اه بس يعني هو طيب مش عايز يحلها يعني، بس مش اكتر. طيب تعرفوا ايه المين لاينز اوف تريتمنت اوف تشري هايبربارا؟ باراثايرويدكتومي ريموفر. تمام، بس غير بقى الباراسايدكتومي، بنعمل باراسايدكتومي على طول ولا في حاجه تانية ممكن قبلها؟ ممكن ممكن ندي اللي هي ممكن الفوسفيت سبورتيف بايندر، ميجرز، فوسفيت بايندرز او ال كارسيتون ولا لا؟ اه بالظبط الكالسي مايماتكس. تمام، اللي هي تحاول شويه تقلل البي تي اتش سكريشن. ماشي، فاضل لنا مسالتين. 45 year old man history of hypertension admitted to 3 week history of fatigue reduced oral intake and reduced urine output. ماشي، وعمل dialysis with right internal jugular vein with his first session of dialysis is commenced with a view to remove 1.5 liters of fluid. 2 hours into his dialysis he complained of nausea, headache and blurring of vision. وضغطه كان 150/80، تحاليله كانت عالية، كريات 8، بوتاسيوم 6، chest x-ray كان عنده pulmonary edema عشان كده كانوا بيحاولوا يشيلوا الفلويدز. ultrasound bilateral small kidneys. تفتكروا بقى ايه اللي حصل للبيشنت ده؟ dialysis disequilibrium syndrome. disequilibrium syndrome. انا معاكم طبعا في الدايلسيس ديسيكليبريم خلاص، عشان كده انتوا عارفين ان لازم اي عيان بيغسل على تحاليل عاليه، خاصه لما اليوريا تبقى عاليه قوي، وخاصه لما بيبقى اولد ايج وانا مش كبير في السن قوي، بس بنحاول ان احنا لازم نغسل جلسه less effective علشان ما يحصلش sudden removal للتوكسنز من الدم وتبقى لسه موجوده في البرين، فممكن تعملوا some sort of brain edema او dialysis disequilibrium. بس الحقيقه انا برضو مش هنسى الهايبوجلايسيميا. اي عيان ديستورب بتاع الغسيل لازم يتعمل له شكه سكر. تمام، ما يمنعش برضو ان انا اعمله سي تي برين عشان اتاكد ما حصلش بليدنج. تمام، يعني فانا برضو عايزه اقول لكم ان ممكن كل الاسباب برضو ممكن تحصل. تمام، يمكن هو بس اللي حصل ان هو شالوا له فلويدز كتير. دايما يا جماعه لما بتشيلوا فلويدز كتير ده بيعلي الكواليتي بتاعت الغسيل لانه بيشيل التوكسنز باي كونفكشن. تمام، فممكن يعني، فدايما بنقول ايه خلي بالنا من الحته دي. حد عنده عايز يسأل حاجه تانية؟ بس يعني انا يعني اقصد the first thing I would do I would take a blood capillary sample عشان اشوف the blood glucose and then the next step would be what. طبعا طبعا طبعا، ده هتمشي سيستماتيك، هتتاكدي من الراندوم، هتعملي سي تي برين، هتمشي كل الحاجات يعني. ما انت مش هتسيبي البيشنت disturbed level خاصه لو فضل. تمام، ما تحسنتش في خلال ساعه ساعتين يعني.
لا بس قبل سي تي برين should I deplete his intravascular volume ولا لا؟ لا هو ازاي intravascular depletion؟ اذا كان هو اساسا كان overloaded في اللتر ونص اتسحب وبقى depleted، لا يعني يمكن الكراسي دي مش مستبعده كليا، بس هي بقيه الحاجات اللي ممكن فعلا actually بنشوفها تمام. يعني في الـ في real life scenarios يعني. اوكي طيب نيجي بقى دي اخر واحده. 72 year old man presents with headache, lethargy and severe intractable back pain. خلاص هاخد وسكرت منه. يعني خلاص ما عندي من الميه. طب انت لو هتاخد في الريل لايف اكيد لا، الناس كلها عندها ده وجع في ظهرها، بس خلينا نضيف البروبلمز فعلا ان هو كان قصده كده، وكان جاي لي بلاك لور لوب نيمونيا. المهم ان هو كان جاي لي فوميتنج، ايه تاني، ضغطه عالي. طيب وطبعا عنده كراكلز اند اوسكلتيشن، الكراكلز دي بتاعت اللور لوب نيمونيا. التحاليل هيموجلوبين 10، مش عارفه ايه 9.9 دي حطيناها في كل المسائل، ماشي. كليات 6، بوتاسيوم عالي. طيب ايه بقى الحاجات البوينت اوت للمايلوما في التحاليل؟ التوتال انيميا، بروتين عالي جدا، في بروتين جاب بروتين مفهوم. عالي. دايما بنقول اللي فيه ديسكريبنسي ما بين البروتين من الالبومين، يعني الالبومين ديسبايت ان هو على اللو ليفل لكن البروتين عالي، تمام. وايه تاني؟ في بروتين 2 بلس انيميا والرينال فانكشن برضو افكتد فكراب بس. والأولد ايج بالظبط مان لايب اولد ايج. للكانسر عامة. لا بس ما تتوقعوا دلوقتي بنشوف مايلوما اصغر من كده بكتير، بس انا معاكم. بس هو طبعا الكالسيوم هنا مش موجود عشان نقول كراب، بس هندور عليه اكيد. هنبص على رينا فانكشنز عاليه، بون بينز وانيميا. فطبعا لازم تفكروا إذا حاليا دلوقتي رسالتي لكم ان المايلوما از فيري كومن ايفن مع ايدج اقل، فما تنسوهاش. ودايما حتى كتير قوي بنشخصها مش بس بالديسكريبنسي ان التوتال بروتين عالي، اللي احنا بنلاقي الكالسيوم عالي في عيان سي كي دي. طب ليه الكالسيوم عالي وهو سي كي دي ديسبايت مثلا هو مش ماشي على اي سبلمنتس؟ فنفكر في المايلو، تمام، ان هو ممكن يكون كراب يعني بتاع المايلو. تمام دي كانت اخر دكتور ايه حاله النهارده. ها اللوست ايج اللي انا ممكن اشخص فيه مايلو؟ يعني هو تعرف طبعا ما فيش حاجه في الطب اسمها لو ستيج مش مايلو، بس شفنا اربعينات يعني، شفنا 40 كمان، تمام. فلا يعني ما موجوده مع الاسف كومن يعني، تمام. شكرا. شكرا ليكم، وانا سعيده بالانتراكشن بتاعكم النهارده، ويلا جود لك ان شاء الله. شكرا شكرا يا دكتور، شكرا. شكرا.